أخوت السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير، صحة وأمور جيدة. أولاتها بغيت نقول لكم اسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، واسمحوا لي بزاف 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 على هذا المقطع. والله من قلبي هذا المقطع هذا بينتو لكم، بس راح نذاكر فيه، والفيديو هذا غيكون فيه واحد دي مينوت على هذا المقطع هذا. سو أنا كجزائري دخلت شوكيت صحافة الصرف الصحي ولفناها، ولكن البارح لحقوا الستاج الاخر. اولا هاد خونا هذا وماشي خويا انايا ميمثلني الشعب الجزائري الحر، ني المحبة اللي كاينه ما بيناتنا باش نتفاهموا. الله يجازيكم بخير، الانسان ما لازمش يعمم، الانسان ما لازمش يعمم. اولتها قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، المقطع اللي شفتوه معايا دوكا هضر على البوسان تاع اليدين اللي تسمى لو بازما، صح، اللي كان يكزيستي في وقت نابوليون في فرنسا، اللي يكزيستي الى يومنا هذا في لونجلتير عند لاغاني اليزابيث كي يروح ليها شي حد ولا، ولي اكزيستي هنا اللي تتسمى البيعه. بنادم يا فلان هذه تسمى البيعه، واش ما عندها البيعه؟ سي ان بروتوكول. حنا ما عندناش باسكو حنا عندنا رئيس جمهوريه، هنا كاين ملك ان روا. هاد البيعه هادي سي كلكو شوز كي اكزيست دوبوي لا نوي دي طون، قرون وقرون وقرون. السجود والركوع لله، السجود والركوع لله، والمغاربة يسجدوا ويركعوا لربي. البيعة حاجة واحدة أخرى، لو بازما حاجة واحدة أخرى. أنا بابا نبوسلو يديه في الدار. دير مليح في بالك حاجة يا صحافة الصرف الصحي كيما نعيطو لها، إلا محمد رسول الله. قلت لكم لا دانيير فوا أنايا جو مو بوز اون كيسيون، منين جبتو سيرتيفيكاسيون ديالكم اون طونكو صحافة؟ ما فهمتش، والله ما فهمت. هادشي غير مقبول، هادشي قيل الترابي. جلالة الملك هنا في البلاد للمغاربة اللي في المغرب ولا خارج المغرب، المغرب اسمحوا لي، كمثابة أب لجميع المغاربة والمغربيات، باش يكون في علمك. هذه الأولى، صح. ثانيتها أنا كنت نسنى أنكم تهضروا على المشاكل اللي عندنا في البلاد، على لي بروبليم اللي عندنا ديجا اصلا دوكا في البلاد. انتم ما رحتوا درتوا موضوع تافه اللي ما عنده حتى نيفو سخريه وتستحمروا في الشعب. انتم دوك راكو تستحمروا في الشعب، زعما درتوا حاجه كبيره، زعما تمثلوا كوبي كولي ديال لي غينيول دو لانفو. لا اله الا الله محمد رسول الله، ودخلوا سوق راسكم. الشاب اللي زعما درتو رياكسيون عليه كان يهضر على لي ديسيزيون ولي نورمالمون بون امور كان خاصها تندار وما دارتش. نتوما رحتو دنيتو لان سيمبول ياك، هذاك واش لقيتو ديرو؟ استحمار الشعب، هذا يتسمى استحمار الشعب. وادي لا ما فهمتش، حنا الوحيدين اللي ندخلوا في شؤون الغير. اش دخلك؟ واش دخلك تهضر على رمز قدو قداش؟ تهضر على ان سيمبول، زعما شنو حبيتو تشعلوا العافيه؟ ما تندى، انساو انساو. شوف لي زالجيريان ولي ماروكان الجزائريين والمغاربه مع بعضياتهم متعارفين، وانتوما يا صحافة الصرف الصحي معروفين. دوك البوز في لي ريزو سوسيو ولا يندار بنمبورتو كال موايا، ولا يندار بأي وسيلة كانت. علاش؟ ما تخافوش ربي واش طايح علينا كامل، ولحقتو كما قلتلو كما قلتلو لعبد الحق هذا هو السطاج الأخر. علاش ما هدرتوش على الإنجازات اللي دارهم؟
حبيت نفهم انت دير لي كاريكاتير، اهدر لي على الانجازات اللي كاينين في البلاد، اهدر لي على اكبر مسرح في افريقيا، اهدر لي على لي زون توريستيك، اهدر لي على لي بون، اهدر لي على واش دار لولاد بلادو واش بنى لهم، اهدر لي على الاستثمارات ديالو، اهدر لي على الانتيليجونس ديالو. بوس اليدين وحنا نسجدو الا الله، تسجدوا لربي بصح واش راكو دايرين اكوتي بليس ما يديرهاش، تسجدوا لله مي واش راكو دايرين اكوتي بليس ما يديرهاش، ولا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله واتوب اليه. انا نقول خاوتي المغاربه غير سمحوا لي، انا مواطن بسيط، انا مواطن بسيط مي ولكن انا نقول لكم اسمحوا لي وسمحوا لي وسمحوا لي على هذا الصرف الصحي اللي شفتوه مورايا. والله ما كنت قادر نكمل الفيديو ما نكذبش عليكم، باسكو لحقوا لواحد النيفو ديال السخريه. ما فهمتش انا يا بنادم اللي يقرا جورناليزم، ما فهمتش انا كيفاش يدي السيرتيفيكاسيون، والله ما فهمت كيفاش يدي السيرتيفيكاسيون تاعو، ولا باش تهضر على هاد لي سوجي، ولا باش تهين بلاد، ولا باش تحوس تاتاكيها. تنكيات با البلاد الحمد لله راهي مافونسيا. خمم على روحك، خمم على واش كاين في بلادك. كاينين دي جورناليست هنا تبارك الله عليهم ونوجه لهم تحيه منا، دي بروفيسيونيل. مانيش نهضر لك على لي سيتكوم، والله ماني نهضر على لي سيتكوم، لي سيتكوم انا ما نجبدهمش كاع، باسكو كي تهضر عليهم سي لا بوبليسيتي ليهم. لي سيتكوم كي تهضر عليهم سي لا بوب ليهم، مي ولكن كاينين دي جورناليست هنا اللي عمرهم ما تدخلوا في شغلنا. علاش نتوما رايحين زعما باغيين نديروا البوز؟ هذا باغي يدير البوز، هذا باغي يدير البوز، هذا باغي زعما يبين روحو حاجه كبيره وانت ما كاين والو. اقسم بالله غير ما كاين والو. مانيش نطاكي فيكم، ما سي با زون اتاك، سي مون فون بونسي، باسكو تصدمت. واو حنا ديجا واش راهو طايح علينا يكفي، واش رانا مجوزين. اييه انت شكون زعما ما تعرفوش؟ والسجود لله وما على باليش. علاش انت شت المغاربه سجدوا الانسان؟ شتو سجدوا؟ فهمت ودي دخل ويكيبيديا ولا دخل جوجل. باش دير دخل جوجل اكتب الليجونس وشنو هي اون الليجونس، نعطيها لك بالفرنسي ولا تفهم فرنسي ما على باليش، وبالعربيه نقول لك شنو هي البيعه. دخل جوجل ودير تراديكسيون تاعها، ادخل لويكيبيديا اكتب موقتاش يكزيستي لو بازما، شوفها شوفها وشنو هو ان بازما، اتفهم على واش راك تهضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا واش نقول لكم عبد الحق؟ شما تراجوتي شي حاجه؟ باسكو انا والله غير انا راسي ضرني اقسم بالله. اخي هادشي اللي داروا ما ماشي 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 يمثلش الشعب الجزائري، فهمتيني؟ يعني هما دابا هاد الشيء اللي شناه هاد الكاريكاتير اللي دار يعني ماشي يمثل لا الشعب الجزائري لا الشعب المغربي، لا لا التضامن اللي بعضياتهم ولا التآلف اللي بعضياتهم. يعني هادشي تيخلق غير الفتنة وتيخلق غير العداوة بين الشعوب بطريقه غير مباشره ولا بطريقه مباشره، يعني باش توصل لواحد لوسامبول نتاع واحد البلاد على قدا قداش. يعني راه انت ماشي تتعطاكي شنو دار، تتعطاكي بيرسونيل، فهمتيني؟ تتعطاكي هو يديه، هو امير المؤمنين، هو هادي هو هادي. لا عطاكي هذاك الشيء اللي دار في ديك البلاد ولا شنو زاد في ديك البلاد ولا شنو قتل ديك البلاد. حنا دابا مثلا نخرجوا على الموضوع، مثلا بدو الزاكي فاش كان تيدرب سي ار بي فاش 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 كان تيدرب هما كانوش يقولوا بدو الزاكي عندهم مونستاج، لا بدو الزاكي داير هادي، لا شنو دار ليهم؟ شنو فين وصل بهم؟ شنو دار؟ شنو النتائج؟ شنو طرا؟ شنو وقع؟ منين كان هو شادهم؟ ماشي لا بدو الزاكي راه ما تيجيش بسبرديله، تيجي بصباط، لا راه تيجي تيعنق اللعابه كاملين، واش فهمتيني؟ ناقشوا المشاكل الحقيقية ديال بلادنا، المشاكل الداخلية والحقيقية ديال البلاد. أنا هاد لي زيميسيون هادو ما راكو تزيدو حتى فايدة،
ما راكو تزيدوا حتى فايده البنادم وما راكو تنقصوا له والو، راكو تحوسوا تشعلوا في النار. هذا ما كان انتم خدمتكم تشعلوا النار، وانا نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، باسكو انا ضد بنادم اللي يدخل في شؤون داخليه ديال البلاد. على بالي اللي كاينين دي زالجيريان حين يقولوا لي بصح كدا هما يسبونا وحنا نردو كذا. سمح لي، كاينين دي سيتكم وكاينين لي ريزو سوسيو، حاجه يديروا اللي بغاو، كل واحد كيما نقولوا عنده لا ليبرتي ديكسبريسيون. بصح عمرهم ما اتاكاو شخص بيرسونال اللي يسب المليون ونص مليون شاهد، سي دو تروا بيرسون هادوك ما كاينش اللي داير عليهم هنا، اقسم بالله غير ما كاين اللي داير عليهم هنا. راح تدنا عليه مع واش غادي نقول لك؟ شنهار هذاك الصحافي ديالنا كريتيكا تبون، يعني كريتيكا وكريتيكا شنو دار في البلاد ديالو، ما كريتيكاش بيرسونيلمون. ماشي شدو وقال شو كي داير ولا شنو فعل ولا لا، شنو دار في البلاد، علاش هادي قال يديرها وما دارهاش، علاش هادي، يعني كريتيك كيف ما تنقولوا بروفيسيونيل، ماشي كريتيك اللي اسمع. شوف كاينين دي جورناليست هنا شفتهم كيعطيك سبحان الله، كيعطيك اون كريتيك يعطيها لك في محلها، يعني يكريتيكي اون ديسيزيون ماشي بنادم. ودنيتو الحاجة كبيرة عليكم بزاف، والكبير هو الله سبحانه وتعالى. انا كنت نسنى تقولوا دار فعل مافونسي كذا، راهو كيما نقول لك راهو الاستثمارات راهو يبوسي بلاد القدام، تاخذوا بالك دي زيدي ديروهم عندنا. لا لي غينيول والتفاهة وحاجة ما عندها نساس نيراس، وما تمثلنيش وما تمثلش الشعب الجزائري، وما راكوش وعمركم ما تمثلونا. يا قناة الشروق يا قناة الصرف الصحي، ديروا مليح في بالكم لي انتوما، انا واعوذ بالله من قولة انا، ما تمثلونيش وما تمثلوش الشعب الجزائري، وربي يهديكم. هضروا لنا على امور يفيدونا، هضروا لنا على شي مستقبل لولاد بلادي، هضروا لنا على شي افونير، هضروا لنا على شي حاجه تفيد. ما تهضرليش على الخوال الخاوي، ما ديرش لانتيريسون باش تلحق دي مليون دفيو تضرب فلوس في يوتيوب. وعلى كل حال مالوريزمون هذاك الشيء لا يطلع في الطوندونس. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا نقول لكم خوتي سمحوا لي بزاف، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم. هادوك نعاودها، هاد صحافة الصرف الصحي ميمتلوني ميمتلو خوتي لي زالجيريان، و مالغري هاد الحواجز اللي كاينين، نبقاو خوت حتى الموت، وباش يكون في علمك اخر حاجة 2 مليون دو دوز دو فاكسان دخلت للبلاد. يلا خمم فيها هادي، 2 مليون دو دوز دخلت للبلاد غير بان كود تليفون، باش تعرف لي بوليتيسيان ولي زوم انتيليجون تاع الصح. ما رانيش نزكي فيه، راني نهضر في الواقع وفي الحق. ودير في بالك لي عمري ما كنت كونتر بلادي، انا دزاير تمشي لي في الدم وفي النخاع، وكيما انا دزاير تمشي لي في الدم وفي النخاع، دير في بالك لي 40 مليون مغربي كاين في البلاد، والجالية المغربية اللي كاينة على برا جلالة الملك تيمشي لهم في النخاع وتيمشي لهم في الدم، حبيت ولا كرهت. دونك الله يعطيك ستر، كل واحد يدخل سوق راسه. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.